يتضارب كل عام موعد بدء الشهر المبارك، وهو ما يعود لاختلاف طرق ثبوت بداية الشهر بين الحساب الفلكي والرؤية للهلال بالعين المجردة. تعتمد العديد من الدول الإسلامية، خاصة الدول العربية ومعها دول شرق آسيا، الصيام بثبوت رؤية هلال رمضان بالعين المجردة أو بأي وسيلة بصرية أخرى، مستندين بذلك على الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما عن العدد المعتمد لثبوت الرؤية، اعتمد الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف على أنه يكفي شهادة عدل واحد لثبوت دخول رمضان، ويرى فقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية أنه إذا ثبت دخول الشهر في بلد وجب الصوم على أهل البلاد الأخرى. يخالفهم فقهاء الشافعية وبعض السلف الذين يروا وجوب الصيام فقط على أهل البلد الذي شوهد فيه الهلال، معتمدين على مبدأ إمكانية اختلاف المطالع. أما من يقررون دخول الشهر فلكياً لا على رؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوبات، فيستندون على أنه يمكن تحديد بداية الأشهر القمرية وثبوت أهلتها بكل سهولة لآلاف السنين، لا لعام أو عامين فقط. ما يحقق مبدأ الرؤية إنما بالعلم الحديث للرؤية المباشرة. وعلى ذلك تحسم بعض الدول الإسلامية مثل تركيا وكثير من الهيئات الإسلامية في دول الغرب بداية شهر رمضان فلكياً منذ وقت طويل، وعند معظمهم تكون بداية رمضان لهذا العام يوم الثلاثاء 13 من نيسان أبريل. ماذا عن بلدك؟ هل حسمت أمرها في بداية شهر رمضان؟